السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية، وما زلنا مع حكاية أسباب سبب نزول قول المولى عز وجل قتل أصحاب الأخدود. ودي كانت نزلت سورة البروج تسلية وتعزية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإزاء الشديد والعذاب الشديد اللي هم شافوه من المشركين. فأراد المولى عز وجل أن يسلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلي أصحابه وأن يربط على قلوبهم. فنزلت سورة البروج تحكي قصة هؤلاء الذين عذبوا في سبيل الله وضحوا بحياتهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وفداء لنعمة العقيدة والإيمان والتوحيد، وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود. حكينا الجزء من القصة وكملنا امبارح، والنهاردة نكمل إن شاء الله، نخلص القصة النهاردة إن شاء الله، وربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب العمل بالقرآن وأن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقلنا في أول الدروس أن كل الدروس من كتاب أسباب النزول، وكل من يريد أن يعرف سبب نزول آية من الآيات الموجودة في القرآن فليرجع إلى كتاب أسباب النزول، هيوضح لي كل آية كان إيه سبب نزولها. وزي ما قلنا قبل كده أن مش شرط أن كل آية لازم يكون لها سبب نزول، إنما في آيات معينة كان لها سبب نزول. فتعالوا نكمل مع بعض. قتل أصحاب الأخدود، حكينا امبارح ان الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه كان ملك في من كان قبلنا وكان له ساحر، وبعدين الساحر كبر في السن خلاص مش قادر بقى يشتغل في مهنة السحر، المفروض ان هو يتوب، لا ده هو عايز يستمر في السحر وعايز الناس كمان تتعلم السحر من بعده. فقال له اتيني بغلام يتعلم السحر كي يخدمك ايها الملك. الملك عمل اختبار في بين الناس، وبعد ما عمل الاختبار الكبير دوت اختار غلام من الأغلمة. الغلام ده عنده حوالي 9 سنين، ومن خلال الغلام دوت قال له خلاص تعالى بقى كل يوم تتعلم على ايد الساحر. الغلام احنا بنحكي باختصار اللي قلناه امبارح، الغلام كان بيروح من بيت اسرته لحد ما يروح للساحر مسافه طويله جدا، ربنا قدر له في الطريق يقابل واحد من الرهبان لكنهم من اهل التوحيد وليسوا من المثلثه، فسمع منه كلمات التوحيد، دخل سمع منه، وبعدين بدا يروح للساحر، الساحر بيضربه لانه بيتاخر عند الراهب، فبدا يروح عند اهله يضربهم برضه، يضربوه برضه عشان هو اتاخر عند ايه عند الراهب. فبدا يقول للراهب، فقال له بس اذا اتيت الساحر فكل حبسني اهلي، هم اللي اخروني، واذا اتيت اهلك فكل حبسني الساحر. وده زي ما قلنا امبارح وفسرنا ان ده من الكذب المباح، في من اسباب الكذب او من مباحات الكذب الثلاثه التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حاله الكذب في حاله الحرب، ودي كانت حرب عقيده طبعا ما بين اهل الايمان وما بين هذا الملك الذي كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. بس شاهد في الموضوع، نكمل بقى في الموضوع بتاعنا، ان هذا الغلام في يوم من الايام طبعا هو كان بيسمع كلمات التوحيد من الراهب، ثم يسمع كلمات الشرك من الساحر، هو عايز يعرف ايهما افضل، وان كانت هو اصلا من جواه حاسس ان الراهب افضل من الساحر طبعا مليار مره، لكن حب يطمئن. في يوم من الايام خارج من بيته، ربنا اكرمه بكرامه عجيبه جدا، خارج لاسد بيسد الطريق والناس مش عارفه تعدي ولا عارفه تروح اشغالها، فقالوا له نعمل ايه؟ قال لهم انتظروا. فمسك حجر صغير كده على قد ايده الصغيره وقال اللهم إن كان أمر الراهب، وقدم اللي بيحبه، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرح من الصخرة الصغيرة دي فقتل الأسد فمر الناس، فرح للراهب قال له حصل كذا كذا، قال له أي بني أنت اليوم خير مني وإنك ستبتلى، ما دمت أنت وصلت للمرحلة الإيمانية العالية اللي أنا شفتها ديت لابد أن تبتلى، فإن ابتليت خد بالك من حاجة بقى، ده اختبار كبير، فلا تدل علي طبعا، فلا تدل عليه، ده وعد الغلام، ده وعد لإيه؟ للراهب ان هو لا يدل عليه، لكن زي ما بيقول الامام ابن تيميه عند المحن تنفسخ العزائم. طبعا كان الغلام ربنا اكرمه بكرامات تانية كثيره جدا، كان من ضمنها انه كان يبرئ الاكمه والابرص، وكان يعني يداوي من سائر الامراض والاسقام باذن الله سبحانه وتعالى. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام الملك سمع بموضوع
هذا عفوا جليس الملك سمع بموضوع الغلام، عرف ان هو بيداول امراض، وهو جليس الملك كان اصيب بالعمى على كبر، فحب ان هو يتعالج، فرح للغلام قال له ما ها هنا قد جمعت لك، انا جمعت لك كل الغنائم وكل الهدايا وكل الحاجات الحلوه دي، يعني تعتبر كده حاجه هديه كبيره ليك، لكن بشرط ان انت ترد لي بصري. قال له الغلام اني لا اشفي احدا وانما يشفي الله جل وعلا، فان امنت دعوت الله فشفاك. وهي دي بقى ذكاء الداعية، ذكاء الطبيب، ذكاء أي واحد في أي عمل، إن أنت تستثمر حاجة الناس إليك، مش في إن أنت تاخد فلوسهم، ولكن تستثمر حاجتهم في إن أنت تدلهم على طاعة الله وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال له إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، أم آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فدعا له المولى عز وجل فشفاء فعاد بصره، طبعا فرحة لا تقدر بثمن. في اليوم الثاني كان في اجتماع عند الملك، جليس الملك طبعا ده قريب جدا للملك اللي هو يعتبر النهارده مثلا نائب رئيس الجمهورية، فراح قاعد معاه ودخل، وكان كل مرة طبعا بيخش اتنين مسندين وقاعدين جنب الملك ومش شايف حاجة خالص بالمرة، ويبتدي بقى يتكلم مع الملك ويبتدي بقى يظبط أموره مع الملك، وبعدين فجأة الملك لقاه داخل عليه لحد بيقوده ولا حد بيشد ايده ولا أي حاجة، فقال له إيه ده؟ من الذي رد عليك بصرك؟ من اللي خلاك تشوف كده؟ وخد بالك هو ايه يعني الدنيا كلها في البلد دي كانوا بيعبدوا الملك وبيعتبروه اله من دون الله، طب طالما انت اله بتعبد من دون الله والجليس بتاعك عشرة عمرك وحبيبك واللي بيقول لك الاراء بتاعته واللي بتستشيره في كل حاجه، ما ترد له بصره لو كنت فعلا لو كنت الها حقا. لكن العقول لما بتتحجر ما تبقاش شايف حاجه خالص بمره، يعني فعلا يعني ربنا عافينا وعافيكم يا رب من عمل بصيره. فالمهم فقال له من الذي رد عليك بصرك؟ قال الله. قال له حاجه عجبا لك، اولك اله غيري؟ قال ربي وربك الله. هو طبعا الكل كان بيخاف من الملك ده لانه كان عامل زي ايه، كان عامل زي بشار الاسد كده، بس لما ربنا بيقذف الايمان في قلب العبد يقف قدام طواغيت الدنيا كلها ولا تفرق معاه. قال ربي وربك الله، فاخذه الملك فلم يزل يعذبه. الله، ده جليسك، ده عشره عمرك، ده حبيبك، ده المقرب اليك، ده اللي بيقول لك الاراء كلها، ده اللي انت بتستشيره في اخص حياتك. وإذا لكن هؤلاء الناس ليس عندهم عهد ولا ذمة بالبلد كده، ما عندهمش غالي. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن الملك راح واخد الرجل ده اللي هو جليس وفضل يعذبه يعذبه لحد ما دل على مين؟ حد ما دل على الغلام، جيء بالغلام. وبعدين الملك طبعا يعني إيه أول ما لقى الغلام فيعني طبعا إيه هو لسه ما زال عنده أمل إن هو برضو الغلام ده يفضل معاه في السحر، فبدل شوف الجليس الملك راح معذبه على طول، اما مع الغلام الوضع تاني خالص. قال له اي بني قد بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي من سائر الامراض والاسقام. يعني عايز يقول له يشوف الدهاء اللي بين الجمله دي، عايز يقول له انا ما عنديش مانع ان انت تشفي الابرص والاكمه وتشفي من جميع الامراض، بس بشرط انك تقول للناس ان دوت من السحر اللي انا اتعلمته في قصر الملك، فاحنا نبارك هذا العمل. يعني تقول لهم الملك والساحر اللي عنده هم اللي علموني ده. فالغلام قال له إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله سبحانه وتعالى. قال له طيب من الذي فعل هذا ومن الذي علمك هذا؟ الغلام مرضيش يقول، راح الملك واخده راح معذبه. فلما عذبه دل على الراهب، مع ان الراهب قال له ايه؟ قال له انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه، يعني في عهد هنا، لكن زي ما الامام ابن تيميه قال قال عند المحن تنفسخ العزائم. يبقى الواحد من دولة يقول لك يا سلام ده انا بسبع رجاله، ده انا بس يحصل معايا كان زمان بيحصل في التسعينات ايام بقى نظام امن الدوله والحديات، كنت تلاقي واحد مثلا ما شاء الله يقولوا له ده فلان لو لا قدر الله اتخذته ولا حاجه اوعى يعني تجيبنا في رجلين، احنا مالناش دعوه بمواضيع الكلام ده كله، لا عيب ده انا بسبع رجاله، ده انا يقف قدام الديناصورات اللي في الدنيا دي محدش يقدر يكلمني. وما شاء الله مع اول الم يقول له والله يا باشا ما تتعب نفسك، معايا فلان وفلان وفلان، وحتى اللي مش معاه يعني يعني حتى اللي مش معاه يجيب له الفريق القومي، يعني خد بالك. سبحان الله. يعني فطبعا من ضمن الحياة الجميلة انه مرة شاب كان اتمسك وكده، فلما اتمسك فالظابط بيقول له قول لي بقى ايه سبب التزامك؟ قال له ابدا يا باشا والله حضرتك انا من 15 سنة كنت راكب لمؤاخذة يعني ميكروباص، وبعدين سمعت شريط كده بيتكلم عن وفاة الرسول عليه السلام فتأثرت وقعدت ابكي، ومن يومها بقى الحمد لله وطبت الى الله سبحانه وتعالى وابتديت اصلي ورجعت لربنا سبحانه وتعالى.
قال له عايز تروح ولا عايز السجن؟ قال له طبعا عايز اروح يا باشا. قال له نجيب من الاخر؟ قال له نجيب من الاخر يا باشا. قال له انا عايز الميكروباص والسواق والشريط. فيعني قال له يا باشا ده من 15 سنه حضرتك. قال له مش هتخرج. هو كده يجيبه هي كده تلكيك يعني، واخد بالك؟ صلى على حبيبك، اللهم صل على محمد. فالمهم قعد يعذب الغلام لحد ما دل على الراهب. جاء الراهب بقى، خد بالك، الملك عرف ان هو ده الراس المدبره بقى، ده الكبير بتاعهم بقى اللي علمهم التوحيد وعلمهم الايمان وعلمهم الطاعه وعلمهم الذكر وعلمهم القرب من ربنا سبحانه وتعالى. لا ده بقى خد بالك من حاجه، لما نقضي عليه بقى احنا قاضيين على الراس، يبقى كل ايه كل التانيين دول بقى سهل جدا ان احنا نخلص عليهم. قدر ربنا سبحانه وتعالى جيء بالراهب، كانش فيه تفاهم بقى، كانش فيه كلام بقى خالص، ما كانش فيه حاجه اسمها ايه طب نتفاهم، طب نتفاوض، طب نشوف فكرك ايه. لا، قال له ارجع عن دينك، فيش عنده غير كلمه دي، ارجع عن دينك. فابى الراهب لان هو قلبه مليان ايمان وتوحيد. ارجع عن دينك، قال له لا. ام يعمل ايه؟ ام جيء بالمنشار ووضع في مفرق رأسي في النص كده وشق نصفين، يا سبحانك يا ربي. النهاردة يعني أذكر وإحنا بنصلي التراويح دلوقتي حالا، والله النور اطفى علينا. طبعا الدنيا بقى إيه، الدنيا حر موت يعني، مش قادر أقول لحضراتكم كنا بنصلي وإحنا مبلولين، في ناس لسه هتبتدي تمشي. تقول اصبر اصبر، ربنا يكرمك يعني، إن شاء الله حتى لو نخفف حتى، بس خد الأجر. شوية حر كده مش قادرين نصبر عليهم، ده كانوا بيتشقوا نصين. وده الحديث، وده اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام لخباب بن الارطي كما عند البخاري، لما جاء قال له يا رسول الله الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا من كتر التعذيب اللي هم شايفينه. فقال له انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض فيوضع فيها ويمشط، خد بالك من المشط كده، ويمشط بامشاط ايه؟ مش البلاستيك، الحديد، ما دون لحمه الى عظمه. تخيل حضرتك المنظر، المشط ده ليه سنان كده زي السكينه، يتحط في جسمه ويوصل لحد العظم ويمشط كده، يمشط اللحم وينزل اللحم من العظم، ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه، خد بالك، ويوضع المنشار في مفرق راسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن ديني. هتيأس يا خباب؟ قال لك لا مش هيأس، خد بالك. يقول النبي بقى يديله الامل، يقول له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الامر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. جيء بالراهب، ارجع عن دينك، مش هرجع، راح شقه نصين، شقه نصين. ثم جيء بجليس الملك، قال له ها ترجع عن دينك؟ قال له مش هرجع عن ديني، راح شقه نصين برضه قتله. من الذي تبقى؟ ما تبقى الا الغلام. الساحر الحاكم حاول بقدر إمكان أن يستثمر الغلام ده، يبقى مع ساحر مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبالهدوء وباللين، ويا بنية ويا حبيب قلبي ويا روح قلبي ويا حياتي ويا حتة من كبدي، يعني إيه، قاعد يدلع فيه على قد ما قدر، دلع في الغلام على قد ما يقدر، لكن الدلع ما جابش نتيجة. طب بالعقل ما جابش نتيجة، طب بالعروض والفلوس والإغراءات برضو ما جابش نتيجة، لأن الإنسان لما يدوق حلاوة الإيمان يا سلام لا توازيه الدنيا، يعني الدنيا كلها ولا تسوى أي حاجة تحت رجليه. زي الإمام ابن تيمية لما مسكوه ووشوا به إلى السلطان، قالوا له ده بيرسم بقى على الملك بتاعك وعايز يعمل عملية إيه، قلب نظام الحكم. فالملك راح قبض عليه، ولا السلطان قبض عليه، قال له سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فابتسم ابن تيمية ابتسامة الواثق في موعود ربي، قال له ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. طبعا الملك ما ليش في الكلام ده يعني، ده شغل بقى زي ما بيقولوا شغل درواش، يعني أنت عايز تقول لي إن الملك ده كله مش عاجبك، واللي عاجبك إن أنت فقط تبقى إنسان مؤمن وطالب علم. فما كان منه، أنا مش هقول لهم دخلوا السجن ريحونا يعني، فرموه في السجن. فقال ابن تيمية وهو ابتسم، سبحان الله، ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري. الله، فين جنته وبستانه؟ القرآن والسنة والذكر والطاعة والقرب والاتباع والخوف والرجاء واليقين والتوكل والتسليم والمحبة، كل الحاجات الجميلة دي في قلبي، مين يقدر ياخدها مني؟ ما حدش يقدر ياخدها مني. احنا عشان جنتنا بره قلوبنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. جنتك في ايه؟ في الفيلا بتاعتي، وفي الشاليه بتاعي اللي في الساحل الشمال، ولا في مارينا، والعربيه بتاعتي، والمصنع بتاعي، والفلوس بتاعتي، والزوجه بتاعتي، واولادي وحبايبي واصحابي، والقعده الحلوه، جنتي بره. فلو حد حرمني من حاجه منها انا بكون اشقى انسان، اشقى انسان. انما لما اكون جنتي جواه ما تفرقش معايا بقى. ولذلك الامام احمد بن حنبل كان يقول ايه؟ والله ما السجن والبيت عندي الا سواء. انا ما تفرقش معايا، السجن والبيت حاجه واحده. طبعا دلوقتي السجن والبيت مش حاجه واحده،
لا ده 100 حاجه يعني واخد بال حضرتك. فالشاهد في الموضوع فقال لهم والله انا جنتي وبستاني في صدري، انا رحت فهي معي، انا قتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه، وسجني خلوه بيني وبين ربي، فالماسور من اسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربي. ثم جلس في السجن يقرا القران 84 مره الى ان وصل الى قول المولى عز وجل: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الامام وعند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلي على حبيبك. عرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفصل. الحقيقة قبل ما نكمل موضوعنا للمرة الأخيرة بقول لكم والله وصيتي، يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن يعني ثمرة حياتي الدعوية اللي ربنا يعني أكرمني بها من باب وأما بنعمة ربك فحدث. فأنا عندي 200 كتاب عاملهم الحمد لله رب العالمين، لكن يعني أغلى حاجة إلى قلبي اللي الإنسان بينشئ بها الثمرة ويربي فيها بها جيل جاي، اللي هي الموسوعة الذهبية ديت. أنا بوصي بها كل الأباء والأمهات إنها تكون في بيت كل مسلم. ممكن تكون هدية نجاح ابني، ممكن تكون هدية أو جوائز لحملة القرآن سواء في الجمعيات الشرعية أو في مراكز تحفيظ القرآن، ممكن تكون صدقة جارية حد ميت لي وأنا بوديها من ضمنها، من ضمن الأشياء الصدقات الجارية، أو علم ينتفع به إن أنا يعني إن أنا أوديها لمسجد أو لمركز إسلامي أو لأي مركز تعليمي أو لطلبة علم أو لدعاء بيحضروا دروس. كل ده هيبقى في ميزان حسناتكم. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على الخير، وربنا يقدرنا على إنشاء جيل فعلا على الكتاب والسنة يا رب، واجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. تعالوا نكمل موضوعنا. المهم دل الغلام على الراهب، فجيء بالراهب فشق نصفين، ثم جيء بجليس الملك: ارجع عن دينك مانيش راجع. شق نصفين فما بقي إلا الغلام. الغلام الملك استنفذ معه كل الأساليب بالراحة وبالحلاوة وبالضحكة والهمسة والإغراء والمال والشهرة والصيت، كل حاجة عملها معاه. والغلام ما شاء الله ثابت على موقفه، لا يمكن، ما فيش حاجة في الدنيا عندي توازي ديني وحبي وإيماني وعقيدتي وقربي من ربي سبحانه وتعالى. فما كان من الملك إلا أنه قال خلاص بقى، يعني ما فيش أي حل بقى الغلام ده إلا أن احنا نعمل محاولة تهديد أخيرة، إما أنه يرجع إما أن احنا نقتله ونخلص منه، لأنه كده إيه هيبتدي ينشر بقى في وجهة نظر الملك، هيبتدي ينظر بقى ينشر التوحيد اللي هو في نظر الملك ده يعتبر شر. ليه؟ لأن الملك ده كان بيعبد من دون الله، فلما يجي غلام زي دوت يدل الناس على التوحيد يبقى في الوقت دوت الملك لن يعبد من دون الله ويصبح واحد من البشر. فما كان من الملك إلا إنه أمر الشرطة بتاعته، قال لهم خدوا الغلام ده طلعوا فوق الجبل، فوق قمة الجبل، فإذا وصل إلى قمة الجبل اعرضوا عليه: ها ترجع عن دينك ولا لأ؟ إن أبى أن يرجع عن ديني ارميه من فوق الجبل وريحونا منه. فما كان منهم إلا أن أخذوه وصعدوا به إلى قمة الجبل. فوق قمة الجبل، بينه وبينك الواحد لو وقف في بلكونة من دور الثالث ولا الرابع بيحس برعب. تخيل بقى لو أنت واقف مثلا في برج القاهرة ولا برج إيفل ولا الكلام ده كله، شوف الناس من تحت كده إيه، ممكن في بعض الناس بيجي لها هبوط وبعض الناس تجي لها دوخة ولا حاجة زي كده. فما كان من هؤلاء الشرطة إلا أنهم قالوا للغلام ترجع عن دينك، قال لهم لا، فلسه هياخدوه ويرموش بقى اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. الله، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. فما كان منه الدعاء يا مسلمين، الدعاء، اوعى حد يستهين بالدعاء. الدعاء الله اكبر، النبي عليه الصلاه والسلام يقول الدعاء هو العباده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف قد ايه، ان الذين يستكبرون، ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، هو العباده. وبعدين كتر من الدعاء وخلي عندك ذل كده وخضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى وانكسار بين يديه وحسن ظن بالله، ان انا بدعي وربنا هيكرمني بحاجه من الثلاثه: اما ربنا يستجيب دعائي، واما ان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عني من الشر بما يوازي هذا الدعاء، واما ان ربنا يختزل الدعاء ده ليوم القيامه يفرج عني كربة من كرب يوم القيامة. يعني يعني بالعربي كده أنا كسبان في كل الأحوال. كان عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإن كان الدعاء فثم الإجابة. بس ربنا يوفقني كده، بس أقعد أدعي وإن شاء الله بمجرد ما أدعو إن شاء الله ربنا هيستجيب دعائي.
فما كان من الغلام إلا إن هو قال اللهم اكفنيهم، ما قالش بقى يا رب إيه، يا رب اعمي أبصارهم، يا رب يا رب شل جوارحهم، ما نقاش وكل الأمر إلى الله وانخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، أنا ما أعرفش هتكفني إزاي الناس ديت، بس يا رب بما شئت. فارتجف الجبل، الله، هو الجبل ده بيعبد ربنا، ده بيسبح بحمد الله وبيعبد ربنا وبيسجد لله. عندك دليل؟ عندي دليل. تصلى على حبيبك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، يبقى الجبل بيسبح الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله. طب يسجد إزاي بقى؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الجبل بيعبد ربنا وبيسبح بحمد الله وبيسجد لله في وقت ممكن تلاقي فيه بني أدمين رافضين يسجدوا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الجبل أحسن مني؟ معقولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمر قدام جبل أحد ويقول أحد جبل، الله الله على المشاعر الجميلة اللي بين أحد وبين النبي والمؤمنين. أحد جبل يحبنا ونحبه، يا سلام. والحديث رواه البخاري، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد كما عند البخاري ومسلم، يطلع هو أبو بكر وعمر وعثمان، الجبل فرحان جدا فارتجف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب برجليه كده بالراحة يقول له اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي والصديق هو أبو بكر والشهيدان هو عمر وعثمان، يا سلام. فالغلام أول ما اللهم اكفنيهم بما شئت ارتجف الجبل. الطبيعي، خلينا نتكلم بعقلانية شوية، واحد غلام صغير عنده 9 سنين ومعاه ما شاء الله فرقة كوماندوز والجبل اهتز، مين اللي يقع؟ بالظبط كده، الغلام هو اللي يقع. أبدا ما وقعش. مين اللي وقع؟ كل الكوماندوز وقعوا والغلام ثبت بتثبيت الله له. فلما وقعوا جميعا وماتوا الغلام رجع تاني للملك، قل لي ايه اللي رجعه؟ ده الحمد لله، ده احنا ما صدقنا انه فلت، يروح بقى اي بلد؟ ابدا، اموت بس تحيا قلوب الناس بالايمان والتوحيد. هو ده المؤمن، هو ده المسلم. اعيش عشان عقيدتي واموت عشان عقيدتي، مش مهم عندي اموت، المهم ان انا اموت على الاسلام والتوحيد واموت في سبيل تبليغ دعوه ربنا سبحانه وتعالى. راجع للملك، فالملك استغرب، فين الجمال الحلوين اللي كانوا معاك؟ قال له كفانيهم الله بما شاء، ربنا كفاني شرهم وماتوا. فقال الله ماتوا ازاي؟ اذا كنت انا يعني بعد معاك الفرقة الكوماندوز 3 7، طب نبعت 3 8 يمكن هم دول يجيبوا النتيجة. فرح بعت معاه فرقة كوماندوز تانية شرطة، قال لهم المرة دي بلاش الجبال، عشان الجبال دي واضح ان هو في مشكلة بينه وبين الجبال، واضح ان هو يعني بيعمل حاجة للجبال، ممكن يكون سحر، ممكن يعني هو الملك ايه دماغه راح بعيد. قال لهم خدوه بقى في البحر، تمام، وركبوا معه كده في كركور، كركور يعني مركب صغير، وتوسطوا بيه يعني خشوا في الغريق. واول ما تلاقوا نفسكم في الغريق كده قولوا له ها ترجع عن دينك ولا هتعقل ولا مش هتعقل؟ فان عقل ورجع عن دينه خلاص هتبقى حبيبنا وابني الغالي وكده، ونعمل له انشوده كده ونطلعه في لقاءات كده ونظبط له الدنيا بقى ونخليه له مكانه في الدوله. اما لو فضل مصر على انه يبقى مؤمن وموحد لله سبحانه وتعالى، فعلى طول ارموه في الميه. وصلوا لنص الميه كده في الغريق، قال له ها هتكفر ولا مش تكفر؟ ترجع عن دينك ولا لا؟ قال لهم لا. فلسه هيمسكوا ويرموا نفس الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت. المركب جت الأمواج من حواليها عليت، فالمركب ارتجفت، فضلت تتهز. برضو الطبيعي ايه بالله عليك؟ مين اللي يموت؟ غلام صغير ولا فرقة كوماندوز؟ الغلام، فرقة كوماندوز اللي ماتت، وقعوا كلهم وغرقوا. الله بس الكوماندوز بيعرفوا يعوموا، ربنا يقدر ان البحر يبلعهم. الله طب ويبلعهم ليه؟ طب ما هم بيعرفوا يقوموا يعني يقدروا شوف لما ربنا يقدر شيء ويأمر جنوده بتنفذ الأمر. لما ربنا يأمر البحر وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ابلعهم يبلعهم، زي ما ربنا برضو أمر البحر طلع جسد فرعون يطلع جسد فرعون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكم لله من آيات ولكن أكثر الناس لا يرون تلك الآيات. سبحان الملك. فرح برضو الغلام، رجع تاني للملك، مع ان كل الناس ايه علي يعني عارف انت لو بتشوفوا فيلم كده تقول ايه اللي رجعه ده؟ الحمد لله ربنا نجاي، عم اهرب يا عم وفك. ابدا، ارجع للملك واموت
ومش كده وبس، ده انا هعرف الملك ازاي يموتني. ليه؟ علشان الناس دي تؤمن بالله، انا اتقتل وهم يؤمنوا ابقى انا الكسبان. الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كتب الله لأغلبن انا ورسلي، مع ان في كتير من الرسل اتقتلوا، فين النصرة؟ كانت نصرة ان ربنا جمع لهم بين النبوة والشهادة، يبقى ربنا ما خذلهمش ابدا. فراح للملك قال لها ايها الملك، راح قال له ايه؟ ايها الملك. شوف بقى الغلام صغير 9 سنين بيأمر ملك من الملوك، بيقول له ايها الملك انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. الله اكبر، غلام صغير بيأمر الملك. بيأمر الملك. قال له ما هو؟ خلصني منك انا يعني تعبت خلاص. قال له ان تجمع الناس في صعيد واحد. طبعا الملك كان في منتهى الغباء، لانه لو كان ساب الغلام ده يدعو الى الله قليل من كان سيستجيب. ربنا قال كده، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. ورغم ذلك ايه عمل الموضوع ده؟ قال له اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي، من الكنانة بتاعت السهام، وضع السهم في كبد القوس وقل امام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فان فعلت ذلك ستقتلني. الغلام الملك راح جمع الناس كلها في صعيد واحد، والملأ والحاشية والوزراء والناس كلها مجموعين، وراح واخد سهم من كنانة الغلام وراح وضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، والشعب كله عارف انه حاول يقتله مرة واثنين ومش عارف، بسم الله رب الغلام. ثم ضرب السهم فوقع في صدغه فمات. فقام الناس جميعا لما عرفوا ان الملك حاول يقتله ما عرفش، لكن لما قال بسم الله رب الغلام قتله، يبقى السر فين؟ عند رب الغلام. قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فأسلم الشعب جميعا. فالملأ بقى والحاشية والوزراء قالوا له قد وقع ما كنت تحذر، بقى انت كنت خايف ان 5 6 يؤمنوا مع الغلام، اهو الشعب كله آمن. قال لهم ما فيش غير القوة، يلا على أفواه السكك، كل السكك اللي بتهرب من المدينة ديت اعملوا عليها أخاديد حفر واملوها نار، وهاتوا الشعب كله وحطوهم قدام الحفر ديت، اللي هيرجع عن دينه عيشوه، واللي هيفضل ثابت على إيمانه وتوحيده ارموه في النار. فلم يرتد واحد منهم أبدا، وألقوا جميعا في النار اللي هي جنة ربنا سبحانه وتعالى، وماتوا جميعا شهداء. وآخر واحدة كان ابنها بيرضع منها طفل صغير، فتقاعست قالت حرام أنزل في النار وطفل صغير ده يتحرق معايا. فإذا بالمولى عز وجل ينطق لها هذا الطفل ويقول يا أمة اصبري فإنك على الحق. فقتلوا جميعا شهداء، وده كان سبب نزول قتل أصحاب الأخدود. نلتقي بكرة حبيب قلبي مع سبب جديد من أسباب النزول ومع آية وحكاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المسلم